شهدت مدينة دوما خلال تموز يوليو الجاري دمارا وخرابا كبيرين بفعل القصف الهمجي على المدينة المنتفضة. حيث عمد النظام إلى تدمير المدينة تدميرا كاملا لكسر إرادة سكانها الثائرين في وجهه بكل الوسائل. شوارع مدينة دوما هكذا هي المدينة خاوية على عروشها، حسبنا الله ونعم الوكيل. فقام بتدمير البنى التحتية وشبكات الكهرباء والمحال التجارية والمباني السكنية. الله أكبر، الله أكبر، مدينة دوما، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، القصف على المنازل، الله أكبر. إضافة إلى تخريب الممتلكات الخاصة بالأهالي وإحراق بيوتهم. قال عم بيقولوا لنا رجعوا على بيوتكم وما صفي شيء. إيك لقينا البيت،